اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء، اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدت، أو أصابت علما فضيعت، أو أصابت ذكاء فسحقت، أو أصابت جسدا فأمرضت، أو أصابت عضوا فأبطلت، أو أصابت جمالا فشوهت، أو أصابت شعرا فأسقطت، أو أصابت عينا فأمرضتها، أو أصابت رحما فعقمت، اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان، أو على الاستقامة والالتزام، أو على العافية في الأبدان، أو على حسن الحديث وطلاقة اللسان، أو على دماثة الخلق وطيب المعشر، أو على حسن الذوق وجمال الملبس، اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين، أو على السعادة في المال والعمل، أو على الجاه والسلطان، أو على السعادة في البيت ومع الأبناء، أو على السعادة مع الأهل والزوجات، اللهم أبرد حرها، اللهم أزل أذاها وضررها وشرها.